يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول: ما حكم الصلاة على فرش وموكيت الممرات؟ في سؤال أخينا عن حكم الصلاة على الفرش التي في الممرات، إذا كانت هذه الفرش طاهرة أو على الأقل ليس فيها علامة النجاسة في لونها أو رائحتها أو هيئتها، فالصلاة عليها صحيحة، لا سيما إذا كان يتعلق بها إتمام الصفوف والوقاية بهذا الفرش من الحرارة أو البرودة أو من يبوسة وصلابة الأرض، فالصلاة عليها جائزة إذا لم تكن نجسة والحمد لله. نعم.